وحشتوني. ثاني شيء الله يسلمكم كلكم، الحمد لله رجعت من السفر وحاسوي معاكم وصفة خفيفة. طبعا مرة وحشنا الطبيخ، وأول شيء قلت أبغى أسوي السلطة هذه لأني دقتها في مطعم وأنا مسافرة ومرة عجبتني، بس طبعا زودت عليها شوية أشياء. المكونات مرة بسيطة، عندي هنا طماطم كرزية cherry tomatoes مقطوعة بالنص، عندي هنا جوز اللي هو قعقع أو عين الجمل، رمان، تفاح أخضر مقطع شرايح طويلة زي كده، عندي جوتشيز جبنة ماعز ممكن تستبدلوها بجبنة فتة، عندي هنا زبيب، أنا ترى مو مرة أحب الزبيب بس في السلطة هذه مرة خطير، عندي هنا كرامبري اللي هو توت بري مجفف. هستخدم نوعين خس، طبعا انتم ممكن تستخدموا الخس العادي بس هذا شكله احلى في البرزنتيشن. الصوص مره بسيط، ابل سايدر فينيجر اللي هو خل التفاح، زيت زيتون ودبس رمان. اول شيء حقطع الخس، انا ابغى قطع شويه كبيره، لما تيجي تمسك السكينه امسكوها بهذه الطريقه زي كده تستحكموا احسن. هشيل الخس على جنب، طبعا الخس هذا مغسول مرة كويس ونشفته. بعد كده الجوز حفرمه فرم خشن، ما نبغى مرة ناعم بزيادة. طيب هشيل الجوز ححطه وححط باقي المكونات، زي ما قلت لكم عندي هنا الطماطم، عندي الرمان والتفاح. إذا تبغوا التفاح يفضل أخضر حطوا عليه شوية ليمون يفضل ماسك اللون. الزبيب طبعا إذا مرة ما تبغوا الزبيب لا تحطوه، والكرامبري. طيب هذه المكونات كلها هخلطها، الجبنة هخليها في الآخر، دحين هنسوي الدريسنج حق السلطة. عشان اسوي الدريسنج هحط لكم المقادير بالضبط بعدين، زيت زيتون وخل التفاح، واخر شيء هحطه اللي هو دبس الرمان وحنخلطها مره كويس. طيب شيء مره ضروري لما نسوي سلطه، السلطة الفكرة منها مو انها تكون مغرقة في الصوص، لانه اذا كانت مغرقة في الصوص ما حندوق طعمها ولا حندوق طعم المكونات اللي في السلطة. عشان كده لما تروحوا مطعم او شيء تلاقوا السلطة lightly dressed، يعني الدريسنج فيها قليل. فمن هذا المنطلق اللي حنسويه انه احنا ما حنحط الصوص فوق السلطة عشان كمان الخس لا يدبل بزيادة، حنحط الصوص هنا في الصحن او في الزبدية، يعني ما هو صحن، وحسوي كده بس عشان الدريسنج يجي كل اطراف الزبدية من كل الجهات. هذه سلطتي بعد ما قلبتها. هنشيل من السلطة وحنحط هنا وحأبدأ اقلبها عشان تاخذ نكهة الصوص اللي في الزبدية نفسها. هبدأ دحين احط السلطة في الصحن، وطبعا اخر شيء هحطه اللي هو الجوت شيز زي ما قلنا، اخر شيء زي ما قلنا الجبنة. طبعا تقدر تحطوها من قبل بس انا ما احب لانه تغير لونها، احب لونها يفضل ابيض. وهذه هي سلطة مرة سهلة ما يبغى لها شيء، هخترع لها اسم وهقول لكم.